سنمضي مع ما قاله السيد فادي من أن هذه المشكلة أو هذا الحادث لن يضيف عقدا أخرى فوق العقد التي تعثر تشكيل الحكومة، لكن البعض نظر إليها سعادة السفير إلى أن هذا الحادث من الممكن أن يضر بالسلام الاجتماعي للمجتمع اللبناني والتعايش السلمي. أنت تعرف أن لبنان يعني اجتماعيا له حساسية مفرطة، يعني أي رصاصة طائشة من الممكن أن تجعل السلام التعايش السلمي ينهار تماما. نعم، أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم الأستاذ فادي وللمشاهدين الكرام. نعم، وضعت إصبعك على الجرح عندما قلت أن الوضع في لبنان لا يتحمل مثل هذه الأزمات، ولكن اسمح لي أن أقول لك أن أبدأ بأسف كبير جدا. إذا ما نظرنا إلى ما يحصل الآن في فرنسا، وهذا الموضوع الثاني عندكم هذا المساء، لقد هب الشعب للمطالبة بحقوقه لأن الحكومة زادت سعر المحروقات كمية مبلغا بسيطا جدا. وإذا ما نظرنا إلى ما يحصل في لبنان من التوقف في الخدمات العامة، كهرباء وماء وطرقات وغير ذلك، والآن أضيف إليها عنصر أمني، وعلى ماذا يتخاصم اللبنانيون؟ وما هو الذي يعكر الجو؟ الدفاع عن هذا الزعيم أو عن ذاك الزعيم، بينما علينا أن نتوحد في لبنان مع بعضنا البعض، أولا لنطالب بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وثانيا لكي نحاسب المسؤولين على إهمالهم لحقوق الشعب ولمصالح الحكومة. هذا هو الأمر الذي يجب أن يهتم به اللبنانيون حاليا، بدل أن تزيد الخلافات الطائفية مع الأسف والحزبية. هذه أمور علينا أن نتخطاها، ولذلك أنا أقول دائما من الضروري جدا في الوقت الحاضر بالرغم من كل الصعوبات ومن كل التعقيدات في تشكيل الحكومة، هنالك حل بسيط ولكنه صعب في الوقت نفسه، أن تشكل حكومة من الاختصاصيين التكنوقراط الذين لا ينتمون إلى أحزاب، وبذلك لا يكون أي حزب قد تنازل ولا أي حزب قد أخذ موقعا لا يحق له أو أخذ من درب غيره كما نقول في لبنان، وتعطى الوزارات للناس الكفؤين، وما أكثرهم في لبنان. يتولى طبيب وزارة الصحة ومهندس وزارة الأشغال، وأين هو اللبناني سعادة السفير؟ أين هو اللبناني غير المسيس وغير المنتمي إلى حزب سياسي؟ يعني هذا منال، هذه رغبة بعيدة المنال. لا عندك حق، لا عندك حق، صعبة القضية، ولكن هنالك كثير من اللبنانيين ليس لهم صوت لأن السياسيين والطائفيين يسيطرون على الساحة. طيب سعادة السفير، هنا أعود تمام أعود إلى مسألة التعايش السلمي. نعم. هذه هل تعتقد أن هذا الحادث بالفعل من الممكن أن يضر بالتعايش السلمي ويعيد إلى الأذهان يعني ذكريات لا يرغب اللبنانيون في تذكرها حتى، أم أنه من السهل احتواءه الآن من خلال الكتل يعني؟ نعم، إن أي حادث يحصل في لبنان يعيد إلى الأذهان الأيام الصعبة التي مر بها اللبنانيون، ولكني أنا مقتنع بأن أحداثا كثيرة قد حصلت في الماضي، وكل حادث منها كان يمكن أن يؤدي إلى مذابح كبيرة ولم يحصل أي شيء، لأن القادة المسؤولين عن الأمور حاليا في لبنان ليس من مصلحة أحد منهم أن تفلت الأمور من أيديهم وأن تعود الفوضى إلى البلاد والاقتتال. لذلك أنا أعتقد أن لن تؤثر كثيرا على لن يحصل أحداث كبرى، لأن هنالك أصوات كثيرة ومسؤولة تنادي بالتهدئة. هذا أمر ضروري جدا ومفيد جدا، هنالك زعمات تطالب بالتهدئة وتسعى إليها، ولذلك لا أعتقد أن الأمور ستخرج من أيادي المسؤولين. طيب سيد فادي حاليا طيب سيد فادي هل